أول كلمة بقولها فيه في الدفور ده، اللي مش عنده دراية كويسة في الاستزراع السمكي أو خبرة جيدة في عملية الاستزراع السمكي أو احتك بيه أو صاحب السمك شوية أو بقت علاقته بالسمك علاقة يعني ارتباطية وعلاقة ودية جامدة في ارتباط بينه وبينه، ما اشتغلش فيه. تمام؟ البيفلوت جميل اللي يفهم في الاستزراع السمك، اللي عنده خلفية ازاي لما يتزنق، ازاي يقيس مية، وازاي المية طبيعية، وازاي يتابع اسماك، وازاي يحس ان السمك اللي في الحوض ده كويس او يحس ان هو مش كويس من تغذيته. ان لم توجد او ان لم تتواجد هذه العلاقة بينك وبين السمك او بينك وبين عملية الاستزراع، فلا تقدم على عملية انشاء او تكوين تقنية البيفلوك في المزرعة. البيفلوك هو عبارة يعني تقنية بقى لها 20 سنة، مش عارفة مش جديدة يعني، احنا بنعرف متأخر، ولكن هي بقى لها 20 سنة تقريبا يعني. كتاب يورام بتاع الاسرائيلي ده بقى 22 سنة دلوقتي، واخد بالك انت؟ والمانيا شغالهم، ماليزيا وتايلاند، بس شغالين بيفلوك. بيفلوك يعني خدوا الراجل ده خدوه عندهم وعمل لهم البيفلوك الحقيقي واشتغلوا عليه كبيفلوك، مش كشور، مش كبيفلوك وبكتيريا. في ناس بيقولوا على البيفلوك بكتيريا. في واحد بيكلمني من اسبوع من سعودي بيقول مش هو البكتيريا. قلت له لا، البكتيريا يا جماعه حاجه والبيفلوك حاجه ثانيه. البكتيريا دي هي اللي بتكون البكتيريات اللي بتعرف السوق. البيفلوك مش خميره على فكره، ولا بتباع في علب، ولا بتباع في اكياس، ولا مجفف، ولا سائل. البافلوك اهو، عشان الجماعه اللي بقول لك البافلوك ليه خميره، البافلوك ده من مزرعه الجيش، مظلطه الزهر. قالوا عندي 7 شهور في المكتب. شغال فيها السمنودي دلوقتي، راح باسم السمنودي مش عارف ايه. اسلام السمنودي. ايوه، راح بعد ما عملنا البافلوك. ده البافلوك مات. لو اتحط في عبوه زي كده، لو حطيته في حوض مش هيشتغل لانه ميت. بيفلوك كائن حي، هنعرف ازاي هو كائن حي دلوقتي. في ظلم اكتر من كده؟ الحمد لله. مفيش ظلم اكتر من كده. ممكن نقفل عشان يبقى جوش عادي. عايزين نقوم بقى ورا. لا يا دكتور، لا ازاي؟ انا خليك حضرتك قاعد انت. انا ماليش في الحاجات دي. المهم البيفلوك ده هو عمليه بايو كونفرجن، يعني تحول حيوي. تحول ايه؟ حيوي. بقل كل الوسط اللي في الحوض بس الى ادوات ثانيه. والله انا غلطان يا عم. خلاص يا عم، كمان كويس. لا تنزل عسل، يبقى شوف بس مش شايف. يلا خلي بالك يا دكتور، حامل الدكتور مش عامل عينه، هو اللي مش شايف. يبقى احنا عرفنا البيفلوك في حقيقته هو عمليه تحول حيوي لكل الاخراجات اللي في الحوض او الافرازات اللي في الحوض، لكل المخرجات اللي طالعه من السمكه من عمليات الايد اللي هي عمليات الهضم، من عمليات من علف زايد في الحوض، من ديترايتس، من اي حاجه وصص في الحوض بتتقلب الى حاجه مفيده. والحاجه المفيده دي اللي هي مين؟ اللي هي الاورجانيك نيتروجين او الاورجانيك بروتين. يتم ذلك عن طريق ايه؟ عن طريق بعض البكتيريات النافعه اللي ربنا خلقها اصلا في الماي. مش شرط انا اجيب بقى العبوات بتاعت والجرادل بتاعت الشركات دي واحط منها، هي اصلا موجوده. انت عايز تسرع نفسك بقى وتجيب، بس انا لا احبذ. انا خليني انشط النوعين الاساسيين اللي انا بعتمد عليهم في الميه، اللي هي النيتروباكتر والنيتروزوماس،
انشطهم باضافه كرب. مكوناته تبدا بالبكتيريا اللي بتستهلك او البروتوزوا، الفيسس، الديترايتس، الفايتوبلانكتون، الزوبلانكتون الموجود، بتحوله الى اورجانيك بروتين وتقدمه لمين؟ وتقدمه للسمكه شبه مهضوم، سهل الهضم ولذلك هو سهل التمثيل، ولذلك بيعمل تغييرات كبيره قوي في فسيولوجيا السمكه في التغذيه. الدايمتر بتاعه يتراوح من 1 الى 2 ملم، مناسب جدا، يعني مناسب للحضانه ومناسب للتسميد. اذا نتاكد من ان البايفلوك مش بكتيريا، ولكن البكتيريا احد مكوناته او هي اللي بتساعد في تكوينه. ما كده الفيديو ده مش هشعر ولا ايه؟ هبقى الفيديو مش هشعر عشان قلوكم فاكرونا شغل الفيديو ده. طيب في فيديوهات معانا عايزين نشغلها عشان تشوف ازاي ان البايفلوك ده كائن حي مش ميت، مش يعني كائن. لو انا احملت اي حد من الريكويرمنت اللي جايه دي، اي عنصر منها مش هيعيش عندي بايفلوك في المره. اذا الريكويرمنت بتاعتي عشان ينجح عندي بايفلوك، عشان اقول ان انا عندي بايفلوك، لازم احافظ على شويه الحاجات اللي فيها. اول حاجه فيهم البوند، الحوض بتاعه. الحوض بتاع البايفلوك يا اما مستطيل يا اما دائري، ماشي، يا اما مربع. اي حوض انا هنشئه جديد يبقى هنشئه بالشكل ده. انا هعدله لقيته مستطيل وعايز اعدله، لازم اعمل له الاركان بتاعته، وبحيث ان انا ادور الاركان بتاعته بحيث يعمل عمليه دوران للميه معايا، سواء كان مستطيل الدائري. طبعا هو دائري. بحب اصلح لحضرتك فكره ان الحوض الدائري من افضل احواض تربيه الاسماك. لما يكون واسع. ليه؟ كان عندي قطره 6. ليه؟ يبقى حاطط في بدال علشان الدوران. عشان دول ليه برضو؟ عشان دي بيولوجي سمك. عشان السمكه بتتخيل ان هي في البيئه الطبيعيه. بلا نهايه. رايحه ماشيه ما حدش بيردها، لا ركن ولا حيطه ولا حاجه. ولذلك لما في البايفلوك انا بعمل الهواء الاورينتيشن بتاعه زي ما انا شايف كده شكل البدلين او الاثنين اير انجكتور او السبلاشر الاثنين بثبتهم في اتجاهين عكس بعض. بتعملوا جدار في النص يا دكتور ولا لا؟ اهو الصورة علينا يا عم. ده اللي فات. ده عدل، ده متعدل. لو تلاحظ الركن ده احنا بنين، لا هو كان مستطيل. بنينا الجدار الوسطي ده، جينا على الاركان وعملناها زي ما انت شايف كده، خلال عملنا كريست كده خلال عشان الميه تمشي كده وترجع فين؟ تاني. مثبته ازاي؟ عكس بعض. ده الاورينتيشن بتاع المكنه. ده لو فونتينا اللي هي السبلاشر، بثبتها ازاي؟ بثبتها كده، اروح منيمها على جنب، اعملها كرسي حديد معايا، واخليها تدفع الهواء كده او تدفع كده. لو دفعت كده بخلي دي تدفع كده، لو دفعت كده بخلي دي تدفع كده. نفس الاتجاه. لا عكس الاتجاه. نفس الاتجاه سيارات نفس اتجاه الميه. ماشي، عكس او مع اتجاه عقارب الساعه انت حر. ليه؟ لأن المية عندي في أحد اشتراطات الفايفلوك إن المية لازم تفضل متحركة على الأقل 22 ساعة في الـ 24 ساعة. يعني اليوم. واخد بالك؟ ليه؟ لأن جزيئات الفلوك أو فلوكس لازم تفضل سسبندد في عمود المية. لو حصل لها سيتلينج بتموت. بس سيتلينج يعني مش ساعة ولا نص ساعة ولا بتاع، لو كهربتها ده سيتلينج يوم او اكتر من 6 ساعات بتموت. لو
تبدا من اول ده. معلش يا دكتور الكلمتين دول بالعربي. بالعربي بنزين وشدرين. سسبندنج يا معلقه تفضل جزيئات الفلوكس لابد مني الابد على مسؤوليتي الشخصيه ان تظل معلقه في عمود الماء لمده لا تقل عن 22 ساعه في اليوم او 23 ساعه. لو حصل لها ترسيب بتموت. سيتلنج يعني ترسيب. تمام. ده الاورينتيشن وده تعديل حوض. ده تعديل حوض مستطيل. ماشي. حوض الدائري لو 10 متر كان عندنا في الدمام في الرياض 10 متر وكان ممتاز. ثبتنا ده بيوفر علينا كمان في معدات الثاويه لانه سهل الدوران. سهل اللف. غير المستطيل، المستطيل عايز تدفع شوف طول طلع المستطيل قد ايه؟ عايز تدفع ده وعايز تاخده من هنا تلفه تاني، لكن الدوران هيجي برضه فيديو بتفكرني فيه. كنت عامله كان عندي 6 متر لما اشتغلت فيه الباي فلوك كنت شغاله على البلور. ما ظبطش معايا. لا بدور معاك. انت قلتها كلمه عجبتني قوي كلمه البلور ده ما يعملش الا في الحوض الهون، حط مترين في اثنين، مترين في مترين. تمشيت حاسس. يعني ايه يعني حط كده انت بتعمل ايه بريورتي عليه يعني. حط مترين في مترين بحيث ان قوه البلاور تديك تساعدك في السسبنشن او التعليق بتاع الجزيئات وتساعدك في تدويرها كمان. صحيح. يعني انت برضه بتعمل الفروم دي. ضخ يكون شديد. ضخ وبعدين مش تعملها حضرتك اخويا. انا بتعملها البلاور بايه؟ انا كنت بعمل ديفيوزر. ديفيوزر. لا 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 انا اقول لك على طريقه في البلاور يعني. عملها مواسير عملتها في السعوديه. في كده. الحوض كان متر في 5 متر. عملت ايه بقى؟ مواسير خرمتها خروم بس ضيقه. بس عملت كل 25 سم ماسوره. نازله كده ونازله ماشيه كده. وطالع 20 سم من ناحيه الثانيه. طب يا دكتور ما تستهلكش قوه البلاور؟ ما حسب البلاور. يعني انا بوفر ده كله واعمل له السبيشال دي في الجنب في الجنب واخد بالك بحيث ان واحده تناول واحده او اير ديفيوزر اللي هو من معدات التهويه برضو بيحقن الهواء بيسحب الهواء من فوق يحقنه تحت الميه برضو اثنين بيناولوا اثنين او بدل ويل بس بدل ويل في البافلوك اختار مين فيها؟ نختار البدله لسه افضل من البلور. مين في البدلات الافضل؟ البدله ام دراع طويل. البدلات انواع في دراع طويله ودراع قصيره. ايوه اخذ الدراع الطويل. كل اللي نازل دلوقتي كده كله دراع طويل. لا لا مختلف. في دراع طويل في دراع قصير. لما تختار اختار الدراع اطول دراع بحيث يقلب معاك بيه. معلش يا دكتور كمان في الناس وكتوفير البداله بتوفر كهرباء عن البلور. طبعا وعطلها اكتر لان الموتور فوق. تمام كده؟ خلاص النقطه دي استوفت ولا في حاجه في سؤال؟ تمام. اطول دراع. نعم. والله كل شركه كل شركه وليها مثلا. هي عندك حاجه في مصر الشركه العالميه. العالميه. نفس العالميه. بتبقى اربعه ريش. دي عملناه اندور في اثنين ريش. تمام. اربعه ريش بس. اربعه. اربعه ريش. ماشي؟ واحد بيدفع الناحيتي وواحد طلب منه يبقى في الناحيتي. نعم. فين في الدمام؟ في المنطقه الشرقيه. في اللي هي اسمها ايه؟ رامخور. بتاعت البترول ده.